الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتاب كيني الوجيز في سنة النبوية للدكتور صالح الشامي حفظه الله تعالى. أيام كنا حجرنا شيخ روحه وغرتي قبتي بابه الإسلام يهدم ما قبله. إسلامك وحا الدمية أو ترتلا وحو الذنوبة وقفك توصل إسلام الكهر والليبت. قال الله تعالى إلى سري وحوه إن الحسنات يذهبن السيئات. لو حسناتك وحا إتبيان أو إلتهقان أو إبرياء وحسيني هذا ذلك ذكرى للذاكرين. كاسونا وحوه وانو كوة وان سماية والليه وروحي دمي وكان لعي إلهي غفور رحيم وعنافي دين تائي مسلم النقو. عن عمرو بن عاصم رضي الله عنه قال وحوري فلما جعل الله الإسلام في قلبي عم عمرو عاصم حرقي سلام كسوه رجلي مكجوغي ونبي أيوكم إذها وحولي مركو إلهي قلبي إسلامك والشرحي وإلهي إيماك وإلى الدوني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلام بانو يبن فقلت وحايوري أبسط يد يمينك فلا أبايع عنك فلا أبايعك وحولي قعنت هذا فضي رسولك إلهي أن كل شيء أو الإسلام قصوغر مبايع هشيس أن كل قال قال فبصيد يمينه السلام أرجع عندي سيف سودي بي إنه نكان قاعد قليه ومحال الله هشيس أول نظره قال فقبضت يدي وقال أنا قاعد تيجي عشتي مع السلام قاعد تقول سودي بي أيام قاعد تي عشتي بويلي قال مع السلام وحول مالك يا عمر عمر من عاصم حاكو قلنا عي قال قلت وحولي أريد أن أشترط أردت أن أشترط وحول وحن روابوري إن الكونديشن أما شردي أن كحرو إسلام مدينة كونديشن أما شردي ما روا إن كحرو قال إن عسلات وحولي تشترط بماذا محاد شرط ليس محاد ربطا إن محال الله آت هشو محاد وضطاء شردي قال وحول قلت وحولي أن يغفر لي إلا يدى بالنفع سبتو عمل بن عاص وسناديت وطكي أوريش لأسلام نبي وشاكلك مدن قيستي ودعوذك سوار قيستي أيو كمدها مركو حسنية ياهي أرين كام أرين سهلا المها دنوب تنقشي دنوب يارم معها مركو سنة إسلام أمبا نغذكية لقلنا في ماهي دي وحيو بهاتي تان محال الله إنك ذو الله فرستو محال الله وضاها الله السلام وحيو بالله إيسا قال وحيو أما علمت عمرو موادا أغانين أن الإسلام يهدم ما كان قبله إسلامك إنه بربرنا وحي كهري أو نم وحي ذنوبة فجر هذا فاسقنا ما قرنا وغفق اسمي كل ما توفرك لا إله إلا الله وحمد رسول الله الله ما يستر الله أكبر بركنا السلام عليه إسلامك وحي ذؤي مبدا إنه قطهنا نظيف كهنه سيدي عضو حالي الشيء وكالتها أضوت الضوء تجينا من حتنجينا بعد فجور يفاجر نمي ولكن كنا بعد يوم طيب رسول الله إلهي تنبيدي إيه غدراتك وحا خيامه يسوي وحي فجراته يسوي كل ما اللي نافي وحنو هلقوا نافي الله أكبر يا هلي كان يا هلي كان الله سبحانه وتعالى كريم ما سنين كان قال وحيروا أن الهجرة تهدي بما كان قبرها قفوا إنه سوه هجره مكاك صوته ومدينة سؤاله إلهي وحقوا نافي تنبيدي وحيروتي وأن الحج يهدم ما كان قبله وحيروا الحج كنا وهي ذنوب وقفوا إليه إلهي ما كنت أتنيع لكن حقوق الإسلام كبنجت وحقوقه الليمة لكن مع الله سلام إذن من سلامة قفي حجية وحماة الليمان وحقوق نقر يأسوه يدي إذا شيء وقالته الله أكبر شيخ وحقوق قبطي باب الإسلام نسخ الأديان السابقة إسلامك وحقوق ترتري وهي ديماء يكوري قال الله تعالى إبن سري وحولي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قفك راذية إسلامك وحانهين دينك راذية فلن يقبل منه إلهي وحو لقى أقبل منه لقى أقبل المال وهو في الآخرة من الخاسرين ما لن تقياما وحكم يذكى هوغي وقال الله تعالى إلهي بسره وحوله هو إلهي الذي كيوي أرسل رسوله ورسول كسا بالهدى هنون يودين الحق يدين حق نبا ليظهره على الدين كله إن ديمه نبا حالا يقكر نقول مرعا سلام دين ديسا يدو قدام بيسوي وحي كوري وديما كل وضوي نسق مين وحكى جنا من جنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام وحاوله والذي نفسي بيدي والذي نفس محمد بيدي قال له نبي محمد عسى نفتيسا قعنتيسا كسقنا تيمان كل أرتي
لا يسمع بي إمغل مايو أحد من هذه الأمة ومضى غفكا بذا معنى أمة الدعوة هو السلام ورسول المحال الله أثقلين عن سين الجن واي وحل يهودي ولا نصراني إما مغلق في يهودي أو نصرانية وركي مغلية ورسالة قارسة ثم كدما يموت لمن آية ولم يؤمن عن رمين بالذي أسدت به وهي لا صدري ومغلي إنه يسأل صدري محمد رسالة قاري وركي سيما قاري كدما أسوس سيديسي أيكم إنتي ورمين قال إلا كان من أصحاب النار أسأل وحلي حدوسا أقول لنتو نار بؤادية إلا إله سبحانه وتعالى دينتان إسلام يا دين محسن الله سو دي ما يا دين ما هو دم بيسا مركب وحي كهري واجي بيدي أي نولا يا قف هيستي تكاسب حوي ورك ورك مجرى لكن قف في العسلام سو قاري يا ورك يسمى مقلي يا إسلام كان محل آخر رسالة مقلي وهدر رومين واي وصدق أقول أنت يا سلام في جهنم النار بوالية شيخ رحمه رح حفظه الله تعالى وحو قبطي بابه من مات على التوحيد دخل الجنة قف في توحيد كل أنت جنة يجريا قال الله تعالى بسرية وحوي يا أيها الذين أخيار آمروا إلهي في الميو اتقوا الله إلهك عبسنا حق تقاتي عبسنا بقى ولا تموتن هل لمننا إلا وأنتم مسلمون إذنك المسلمين مويه سكر هو لمننا إذنك لا إله إلا الله محمد رسول الله وإسلام إنت أيها الإله إليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وحوي أتاني وحائمت أهتي من إبارايا ومن ربي ربي حقيسا إلى حقيسا الإقيم فأخبرني وحو يشري أو قال وحو بشرني وحو يقوم بشاري أنه أرنك وحو أهل من مات قفك أنت من أمة أمضي ذاك مذا ولا يشرك بالله شيئا أن إلهي وحب الله وذا جنين دخل الجنة جنة ذا يقليا الله أكبر وحو يقول قفك أنت يتوحيد كل أنت جنة ذا يقليا قلت وحيرو وإن زنا وإن سرق حزنيست وحبها هذا من جنو قليا قال ونعسل وحلي وإن زنا وإن سرق حزنيست أما وحب فلا نوحلين قفنا زنا دنبي هم وقلع لكن هدو حلال يستو إلا زنا حلال بيئتها وقوقي إن إسلام حرام يكوتها أما محال الله وحبه إلا حرام يتهين وقوقي وهو لقع وقسمه وسكته بكين تكاركي سواء ذكي كأركي سواء ذي لكن قفي من عندك الأهل التوحيد كأهل لا إله إلا الله إيه ذنوبتك عند هذا إيه محال الله حد يحتى أسوته بكين تحت مشيئة الله يسوق لي أدو إلهي دورنا أقول فيها هذيك أتنا محال النار بلقيني ولا صوت هنا أصور نظيفة أي جنة لقيني نار كواري ماي بلك أهل التوحيد حد يحتى قال النار تأهل الموحرين كواري مايانو آخر كوضي جنة يونو قرية إلهي ذنوبتنا ذي إلهي شيخ وحده قبطي باب من مات على الكفر دخل النار نكي وحده قال لي وكل انت نار بوغرية قال الله تعالى وحسوري إلهي قول كيسا إن الله يبوين إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أي شرك به إلهي نافي ما يقفك إلا قفك الله قدم بحالة إن الله يبوين لا يغفر نافي ما أي شرك به إن أسلوا أحلى لو ذاجيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انت وحيك صورت قفك دوري ونافيا عن معاوية قال وحده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله السلام من كم مغلي ورنا يقول ورنا كل ذنب ذنب نباتي عسى الله إبوه حقيقة كوية أن يغفره إنه نافه ذنب والب إلهي حقيقة كوية إنه نافه إلا الرجل قف بوية يقتل مقتل المؤمن متعمدا قف مؤمن أولا كعدرين بوية قف مؤمن قف أولا كعدرين بوية أسألك سواء ذريه أو الرجل يموت كافرا أما قف قال لي كل منايا السلام عليه إلهي الذنب والله تطب ونافيا حقيقة لكن لا وقف الله نافي ماي قف مؤمن أولا كعدل أسورك سواء لا حول ولا قوة إلا بالله تكتب بكين لكن تبعو طوي فرد إيه قف قال لي كل نتي إذا قل نتي واب خلاص يسورة أسور جهنم وآذي والعياذ بالله سبحان الله شيخ واحد قبطي باب الزمن الذي لا يقبل فيه إيمان وقت جاء الإيمان كان لأقرارين عن الزمن كان دين لقاره قفوا إيمان كان ظهر ميو وصرح بك جري قال الله تعالى إن سرين وحولي يوم مال يأتي بعض آيات ربك ربك آيدي سقار كمدة إيمان دوران لا ينفع نفسا نفعا في عميسو إيمانها إيمانك رمين تيدا لم تكن آنهانين آماتي رميسي من قبل هرين
معنا هذه علامك وولاء قيامه أما قرحة بذح كصوب بحوه أما مش يقول عيسى يكصوب بحوه محل الله أقرهن ماي أو قصوت في إيمان خيرا أما إيمان كان محل الله رأوس وشقيستي خير سميستي مركي تبرت واقي ووحي لما ذين بولي آمنت سيد فرعون ويل الآن قرأت بي سلم وضع سيدكم وقمت بي المفسدين قرأت ديدي وقد مفسدين نقطي مركو حنادا حقيقي ما أردتي مركو حوية اللي قف مرفت لقب حنايو على ما صبحان وقتي سوى النماذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبنا وحوي ثلاث إذا خرجنا سد حدي صبحان لا ينفع أنفع ميس نفس النف إيمان ورمينت لم تكون آريها آمنتي رميسي من قبل هريرة سد حدي صبحان حدي قف في مكان رمية وحمل ذلك يسمعه أوكي أو بس قصوت في إيمان يا خيرا أما إيمان كذا خرج وصل شقي يستوي إلى هؤلاء ميسي ومحل الله حمل مسلسل ميسي دلوع الشمس من مغربها مركي قرحة وقصوا بعض ميسي ونعيسه خلاص وين هذه التوبة هذه وعنا باتي والدجال هذول الدجال صوبحنا الباب التوبة وحيرتي ودابة الأرض دابة صوبح دون توبة هذولك على ما يدون تكفرية قال يا مسلم على ما يدنا وقتي وعنا ما يقفك وحويا السورة وحويا وقتي وكان عي مركي قف مومي كامرك إن أدلله أريه أتوبة كأنه أريه أمنا قلنا وحويا والله مرمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.